لسه بتكلم معاكم في موضوع الدفاع بشكل عام والشكل الدفاعي، لكن الحقيقه وانا بتكلم في الانترو لقيت ان الاسبوع 19 من الدوري المصري فيه 12 هدف على مستوى الدوري المصري، يمكن وهداف الدوري المصري بعد 19 جوله بتتكلم في 9 اهداف. فالسؤال لحضراتكم كلكم طبعا نجوم في الدفاع، هل مصر تفتقد كثيرا من المهاجمين المميزين اللي كانوا بيلعبوا في الجيل اللي حضرتك كابتن ماهر كنت بتلعب فيه؟ هل مصر ما عندهاش هذه النوعيه من المهاجمين؟ وازاي نشتغل على الجزئيه دي، جزئيه المهاجم الهداف اللي ممكن جدا خلال الدوري يكون هداف الدوري ب 23 و25 و30 جول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص هاني، يعني احنا ايامنا مثلا او الاجيال بتاعتنا انت كنت بتعمل حساب كل اسبوع لمهاجم واثنين مهاجمين في كل فرقه، يعني يعني عندك كل اسبوع عندك اي كل فرقه بتلعبها فيها واحد مميز مهاجم وممكن يكون كمان يعني بديل ليه مهاجم يكون في نفس المستوى. فده كان بيبقى بالنسبه لي انا يعني كان بيبقى اعداد ذهني صعب جدا، لانك انت المهاجم اللي هتلعب عليه كل اسبوع ده يا اما هداف الدوري مثلا، يا اما مثلا لعيب منتخب مصر اساسي، يا اما محترف من الخارج. فالقصه كانت في الانديه الجزئيه دي كانت سبحان الله يعني موجود فيها عدد وعدد مؤثر بشكل كبير. عشان كده تلاقي مثلا في كل نادي، يعني لو ذكرنا كده هنلاقي مثلا نادي الزمالك هتلاقي علي خليل وطه بصري وحسن شحاته، تلاقي مثلا النادي المصري مصعد نور والسنجة، تلاقي مثلا الاتحاد البابلي والجارم ورزق النصار وكابتن عيد احمد كابتن عيد، تلاقي مثلا المحله كابتن حازم المحله حماشه وعمر عبد الله وعبد الدايم خليل، حاجه عبد الدايم حاجه يا هاني حاجه، والاولمبي كمان لما كان بيلعب الاولمبي السويسي الكاس. بصراحه في كل نادي، النادي الاهلي الخطيب مصطفى عبده كابتن عباس زيزو محمد عباس حتى الاجيال اللي بعد كده. فسبحان الله ما كناش حاسين بالجزئيه دي زي الفترات دي. وكمان عايز اقول لك كمان المدافعين، يعني احنا النهارده بنتكلم على قله المهاجمين ومشاكل المدافعين. بالنسبه للمدافعين بقى ده جزء كمان بيكمل سؤالي الاولاني كابتن عمرو، لما انت كل اسبوع زي ما الكابتن ماهر كده بيقول لك انت بتلعب على مهاجم قوي، ده اكيد بيأثر عليك على الجانب الفني انك بتكون بترفع من مستواك الفني، غير لما بتلعب كل 3 4 5 مباريات مع مهاجم ممكن يضايقك شويه، وبالتالي كمان مستوى المدافعين في الدوري المصري خلال يمكن فتره التسعينات قد تكون افضل من المستوى الفني للمدافعين على مستوى كل الانديه. يمكن انا متحيز للنادي الاهلي باستثناء النادي الاهلي، ده بيأثر عليك. يعني انت لما بتلعب مع مهاجم كل اسبوع قدام مهاجم قوي، ده بيأثر فنيا ازاي عليك؟ هو مش بيأثر فنيا عليا في حاجه، بالعكس ده بيزودني. اما صحيح. بلعب من كل مباراه على اسم كبير، يعني يا كابتن زي ما كابتن ماهر قال ايام السبعينات واول الثمانينات كانت اسماء، ايامنا احنا في التسعينات احنا كان موجود معانا مين؟ الكابتن رمضان والكابتن ايمن شوقي والكابتن حسام حسن، ولو هتطلع من الناشئين هيبقى الكابتن عبد الجليل والكابتن عمرو انور والكابتن عادل عبد الرحمن. طيب وفي الفرق اللي قدامنا الاسماعيلي ابو جريش، المصري ابراهيم المصري، المقاولين مصطفى صادق، كل مره بتلاقي نجم معين اذا كان مهاريا او بيجيد العاب الهوا. دلوقتي احنا بنقول شادو سترايكر الفرود المزيف، كل الهدافين هتلاقي الثمانيه والتسعه والسبعه لعيب نص ملعب، لعيب نص ملعب اللي هو الهداف حسب نادي. يعني مثلا احمد الشيخ مش فرود صريح، هو بيلعب ده يعني زيزو مش فرود صريح، صحيح برافو عليك مش فرود صريح، صحيح. اما فرود اللي هو كابتن ماهر بيقول ال 18 هدف كنا احنا بنبقى عارفين وعاملين احصائيه ان مثلا الدوري العام الكابتن حسام حسن 18 هدف في الدور الاولاني، الدور الاولاني احنا دلوقتي بنتكلم في 9 وقربنا ننهي الدور الاولاني، وايه احنا خلاص نهينا الدور الاولاني. اسمها اخطاء مدافعين، ضربات جزاء اكتر منها الحته التهديفيه. حتى في الحته الدفاعيه نسبه مش عايز اقول نسبه الموهبه، الحته الدفاعيه اللي بتعلي كفاءه دفاع الفريق قلت. هتلاقي واحد مش هتلاقي الخط كله. كنا زمان احنا نقول ايه لبعض واحنا موجودين في التسعينات، ايه رايكم يا جماعه نوصل بالاسبوع، كان كابتن ماهر المدرب العام موجود مع هولمان، الاسبوع ال 18 الشبكه العذراء للكابتن شوبير. كان بقى كمونة يوسف الحديدي مشير كابتن علاء عبد الصادق، ازاي نوصل لاعلى
ريكورد من اتفاق بينكم بقى بين بالظبط كده لعيبه انتوا بتتفقوا خلاص يا جماعه. كان الكابتن ماهر وهو بيمرن يقول ايه مالكوش دعوه بيهم يضيعوا زي ما يضيعوا ركزوا انتوا عشان انت اللي هتشيل الحته دي. لسه بقول لك احنا كنا يعني المدافعين الله يكون في عونهم كانوا بيشيلوا يعني بيشيلوا مشاكل كتيره جدا ودايما المهاجم حتى لو مش موفق بيجي بيجيب جون وخلاص كل الناس بتتكلم على هذا المهاجم. المدافع بيكون يعني متمرمط وشايل الدنيا وخطا صغيره كابتن ماهر بالظبط بالظبط عليه وده دورك يعني انك انت تحمي لانك انت عندك لعيبه في نص الملعب على اعلى مستوى عندك مهاجمين يقدروا يجيبوا في اي وقت. يعني دوكوتي كان عنده مقوله مشهوره قوي يقول لك ابنه انت حافظ احنا 90 دقيقه ممكن في الدقيقه 91 نجيب. يعني عندك ودي شخصيه النادي الاهلي بالظبط نجوم موهوبين. فالنهارده زي ما عمرو قال لك احنا بنتورث اجيال مع اجيال. فطول عمر النادي الاهلي ثلاث خطوط بالنسبه له مع حراسه المرمى من اقوى الخطوط اللي موجوده. يعني احنا 82 يعني لما خدنا بطوله افريقيا اول بطوله بتبص يا عمرو تلاقي الصوره اللي موجوده عليها ال 18 لعيب منتخب مصر 18 لعيب منتخب كل واحد يعمل فرقه بالحقيقه يعني. بالظبط. وبعدين يعني خد بالك كل الفروق اللي انت بتلعب عليها منتخب مصر اللي انا ذكرتهم دول بيلعبوا منتخب مصر. فانت النهارده فاحنا ايامنا ما كانش عندنا مشاكل في الحته القدامانيه دي ولا في الحته الخلفيه ولا في حراسه ما كانش في مشاكل. احنا بس كان بيفرق معانا ما وصلناش زي الاجيال دي بسبب الامكانيات صحيح بسبب الاحتكاك طبعا. احنا ما كانش عندنا احتكاك لكن كل لعيب له شخصيته وله اسمه وله تاريخه اقل من 12 13 سنه في نجوم خدمت اكتر من 15 سنه.